هذه إذاعة إرينا. المستمعين والمستمعات الأفاضل متابعي إذاعة إرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مسهل البرنامج العربي لهذا اليوم الاثنين 3 يونيو. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل نسهل برنامجنا معكم بنشرة للأخبار، ثم نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، ونخصص الجزء الأول لتناول التطورات السياسية والاجتماعية في إريتريا خلال الأسبوع الماضي. أما في الجزء الثاني نقدم لكم تقريرا حول التغييرات المناخية في العالم. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها: ترحيل العشرات من طالبي اللجوء الإريتريين من ليبيا إلى إيطاليا. إثيوبيا تقول بأن إريتريا تؤخر عملية السلام بين البلدين. المجلس العسكري السوداني يهدد بفض الاعتصام بالقوة. تقرير عسكري يكشف القوة الجوية لأقوى جيوش العالم. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين النشرة وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. هذه إذاعة أرينا. أفادت الأنباء بأن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين قامت بترحيل 140 من الإريتريين من ليبيا إلى إيطاليا في 30 مايو الماضي. وقالت المفوضية بأن الترحيل جاء بعد تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية لهؤلاء اللاجئين في ليبيا مع اشتداد المعارك بين الميليشيات المتصارعة هناك. للمزيد حول هذا الخبر تابعوا معنا برنامج تعليق على الحدث. أفاد مصدر دبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه لإذاعة أرينا من أديس أبابا بأن المسؤولين هناك يشعرون بأن الجانب الإريتري يماطل في عملية السلام. وقال الدبلوماسي بأن إثيوبيا تقدمت بطلب توضيحات من الحكومة الإريترية حول قفل الحدود والتعاون في مجالات الموانئ والنقل البري، ولكن الحكومة الإريترية لم ترد على طلبات الجانب الإثيوبي رغم مرور عدة أسابيع على تقديم التوضيحات لإريتريا عبر القنوات الدبلوماسية. أيضاً وللمزيد حول هذا الموضوع تابعوا معنا حلقة اليوم من برنامج تعليق على الحدث. أكد المجلس العسكري السوداني بأن مكان الاعتصام أصبح مهدداً للأمن القومي للبلاد وللثوار أنفسهم. وجاء هذا التصريح بعد عدة تصريحات هدد فيها المجلس العسكري الانتقالي بأنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة، في إشارة إلى احتمال الدعوة إلى انتخابات مبكرة، في نفس الوقت الذي رفع فيه تجمع قوى الحرية والتغيير وتيرة المواجهة عبر الإضراب الناجح يومي الأربعاء والخميس الماضيين. وشهدت أيام الخميس والجمعة مقتل 2 من المعتصمين بإطلاق نار عزته السلطات إلى تراشق بين أفراد القوات النظامية. وخرجت يوم الخميس الماضي جموع غفيرة مؤيدة للمعتصمين تأييدا لطلب تسليم السلطة إلى حكومة مدنية. وبعد توقف المفاوضات بين وفدي الحرية والتغيير اتجه أعضاء المجلس العسكري إلى التهديد في أكثر من مرة. ويقول مراقبون في الخرطوم بأن تهديدات المجلس العسكري تعتبر جس نبض قبل القيام باتخاذ عملية فعلية على أرض الواقع. من ناحية أخرى دعا تجمع الحرية والتغيير إلى أداء صلاة العيد في مقر الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش، فيما وصفه المتحدث باسم التجمع بأنه أكبر صلاة عيد في تاريخ السودان الحديث. ذكر تقرير لموقع Global Firepower المتخصص في الشؤون العسكرية نشرته CNN بأن الولايات المتحدة وروسيا والصين جاءت على رأس الدول التي تملك أقوى قوات جوية في العالم. وقال الموقع بأن المؤشرات اعتمدت على عدد الطائرات والمقاتلات وطائرات الاعتراض الجوي والمروحيات، إضافة إلى ناقلات الجنود والعتاد، وأخيرا طائرات التدريب الحديثة. وجاءت الهند في المركز الرابع، بينما احتلت كوريا الجنوبية المركز الخامس واليابان المركز السادس، وتقدمت باكستان على فرنسا لتحتل المركز السابع، واحتلت مصر المركز التاسع
متقدمة على تركيا عضو حلف الناتو والتي احتلت المركز العاشر والأخير. وقال الموقع بأن هذا التصنيف اعتمد على أحدث المعلومات المتوفرة لهذا العام. المستمعين والمستمعات الأفاضل، استمعتم فيما مضى إلى نشرتنا للأخبار، وفيما يلي تذكير بأبرز عناوينها. هذه إذاعة إرينا. ترحل العشرات من طالبي اللجوء الإريتريين من ليبيا إلى إيطاليا. إثيوبيا تقول بأن إريتريا تؤخر عملية السلام بين البلدين. المجلس العسكري السوداني يهدد بفض الاعتصام بالقوة. تقرير عسكري يكشف القوة الجوية لأقوى جيوش العالم. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه نشرة الأخبار، قدمتها لكم من إذاعة أرينا. متابعة طيبة أتمنى لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة أرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعون والمستمعات الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، ونسلط في الجزء الأول من حلقة اليوم الضوء على أهم أحداث الأسبوع في إريتريا، ونقدم لكم في الجزء الثاني تقريرا حول التغييرات المناخية والأزمات التي يثيرها. متابعة طيبة أتمناها لكم. هذه إذاعة إرينا. أوردنا في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم خبرا يفيد بأن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين قامت في 30 من مايو الماضي بترحيل 140 من اللاجئين الإريتريين إلى إيطاليا. وجاء ترحيل هذه الدفعة بعد تدهور الأوضاع الأمنية للاجئين بشكل خاص بعد استمرار المواجهات بين الميليشيات الليبية المتصارعة. وكانت المنظمة الأممية قد نوهت في وقت سابق إلى الأوضاع المتردية للاجئين المتواجدين في ليبيا، والذي تضم أعدادهم أرقاما كبيرة من الإريتريين، خاصة من النساء والأطفال، ويقضي بعضهم فترات حبس واعتقال في معتقلات مختلفة موزعة على المدن الليبية كطرابلس وبنغازي وبعض المدن الأخرى. وكانت المنظمة قد رحلت مجموعة من هؤلاء اللاجئين إلى النيجر في وقت سابق لتوفر لهم فرصة للهروب من الحالة الإنسانية البائسة في ليبيا، ونجحت المنظمة كذلك في ترحيل بعض الأسر إلى كندا. وتعتبر هذه خطوات إيجابية فيما يتعلق بأوضاع اللاجئين، خاصة وأنه من ضمن الذين وصلوا إلى إيطاليا كان هناك أعدادا كبيرة من النساء والأطفال، والذين تم إعطاؤهم الأولوية على الشباب والأفراد. من ناحية أخرى، أفادت صحيفة ستاندرد الكينية بأن محكمة كينية قررت إبعاد 22 امرأة إريترية إلى بلادهن بعد أن قامت الشرطة الكينية باعتقالهن بتهمة دخول البلاد بصورة غير مشروعة. وصدر القرار في منتصف مايو الماضي ليضاعف من مآسي المهاجرين الإريتريين في تلك الدولة التي تأوي أعدادا كبيرة من اللاجئين أغلبهم من الصومال. وطلبت النسوة المهددات بالترحيل بتدخل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لتوقيف عملية ترحيلهن إلى إريتريا، حيث يمكن أن يتعرضن للمعاملة غير الإنسانية، خاصة وأنهن من طالبات اللجوء. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. على الصعيد السياسي، وكما أشرنا في حلقات سابقة من هذا البرنامج، فإن عملية السلام الإريتري الإثيوبي وصلت إلى طريق مسدود. هذه المرة صرح مصدر دبلوماسي لإذاعة إرينا، فضل عدم ذكر اسمه، من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بأن إثيوبيا تتهم إريتريا بتعطيل السلام بين البلدين. وبنت إثيوبيا اتهاماتها لإريتريا في المماطلة التي أبدتها الأخيرة في الرد على توضيحات طلبتها أديس أبابا من أسمرة حول قفل الحدود وإمكانية إعادة فتحها واستخدام الموانئ الإريترية وتنشيط الاتفاقات حول النقل البري وحركة المواطنين. وقال الدبلوماسي بأن أديس أبابا تشعر بالإحباط من جراء المماطلة التي تبديها أسمرة. الجدير بالذكر بأن البرود في العلاقات بين البلدين عكسته الأيام الماضية، حيث لم يشارك رئيس وزراء إثيوبيا في احتفالات إريتريا بأعياد استغلالها 28، وهو أمر عده مراقبون انعكاسا لحالة الجمود والبرود
في العلاقات بين البلدين. هذه إذاعة إرينا. وعلى الصعيد السياسي أيضا، قامت مفوضة الشؤون الأوروبية والتعاون الدولي في المفوضية الأوروبية فريدريكا موغريني بجولة في دول القرن الأفريقي، شملت كل من الصومال وإثيوبيا وجيبوتي. واستثنت المسؤولة الأوروبية الرفيعة العاصمة أسمرة من زيارتها لأسباب لم تبدها. والتقت المفوضة بوزراء خارجية الدول الثلاثة وتباحثت معهم حول التعاون بين دولهم والمفوضية الأوروبية في تنفيذ برامج التنمية التحتية والتعاون في مجالات الأمن والهجرة والقضايا المشتركة. وأشار مراقبون بأن المفوضية تتعرض إلى انتقادات متزايدة لتجاهلها الخروقات الجسيمة التي ترتكبها الحكومة الإريترية في حق مواطنيها. وكانت منظمات حقوقية قد انتقدت الاتحاد الأوروبي لمنح إريتريا مساعدات مجدولة بقيمة 200 مليون يورو. وأشارت المنظمات بأن إريتريا لا زالت ترتكب انتهاكات جسيمة في حق مواطنيها، وأن موجات الهجرة خارج البلاد تعود أساسا إلى هذه الانتهاكات. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وأخيرا، على صعيد الحراك السياسي والاجتماعي المعارض، كثف الإريتريون في المهجر وعبر حراك كفاية نشاطهم المعارض لممارسات الحكومة الإريترية، حيث نجحوا في تسيير مظاهرة كبرى في العاصمة الأسترالية كامبيرا، حيث سلموا رئيس البرلمان الأسترالي ورئيسة ومكتب رئيس الوزراء رسائل تكشف الوضع المأساوي في البلاد، ودعوا السلطات الأسترالية إلى الوقوف إلى جانب المطالب العدلية والسياسية والاجتماعية للشعب الإريتري. كذلك قام الإريتريون في واشنطن بمظاهرة كبرى نددوا فيها بالممارسات المستبدة للطغيان في إريتريا. كما قام الإريتريون في فرنسا كذلك بعقد اجتماع دعوا فيه إلى تنشيط حراك كفاية حتى الوصول إلى هدف سقوط الحكومة في أسمرة وبناء دولة الحرية والعدالة. وكانت الحكومة الإريترية وللحد من متابعة الداخل لأنشطة حراك كفاية المتنامي قد قطعت خدمات الإنترنت وحصرتها فقط في المسؤولين الكبار في الحكومة وحزب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة. هذه إذاعة إرينا. استمعتم مستمعي ومستمعات الأفاضل في الجزء الأول إلى تقرير حول تطورات الأوضاع في إريتريا والمهجر. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعون والمستمعات الأفاضل، أهلا بكم مجددا في الجزء الثاني من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث. إن الكوارث التي يشهدها العالم حاليا من الأمطار السوداء التي ضربت سلطنة عمان والفيضانات في أجزاء من كندا وبعض دول جنوب شرق أفريقيا والزلازل في آسيا تثير الكثير من التساؤلات حول ظاهرة التغير المناخي. وعندنا في دول القرن الأفريقي تدفع دولنا ثمنا غاليا للظاهرة، وذلك عبر ظاهرة الجفاف القاتل والذي أدى في سنوات سابقة إلى مجاعات لا زالت أهوالها ماثلة في الأذهان. في متابعة وافية لهذا الموضوع نقدم لكم سيداتي وسادتي عرضا للكاتب ووليد عبد الناصر تحت عنوان تغير المناخ بين العلم والإيديولوجيا، وهو من جريدة الحياة اللندنية. متابعة طيبة. هذه إذاعة إرينا. ويقول الكاتب وليد محمود عبد الناصر، يثور هذه الأيام جدل حول تغير المناخ على كوكب الأرض، حقيقته ومعدلاته وتأثيراته، وهو موضوع مطروح على جدول أعمال العلاقات الدولية منذ سبعينات القرن العشرين. في السبعينات كان النقاش بين طرفين، أحدهما يمتلك قوة العلم والسند الداعم لوجهة نظره من واقع نتائج سنوات طويلة من البحث العلمي في ذلك الوقت، والآخر كان مدفوعا باعتبارات إيديولوجية في الأساس، لكن كان خلف هذه الاعتبارات بالتأكيد مصالح تجارية ومالية لمؤسسات اقتصادية عملاقة في مجالات كثيرة،
مثل الصناعة والتعدين وغيرها. وتنوعت تلك المصالح بين بلدان ومناطق العالم المختلفة، سواء داخل حدود البلدان الصناعية المتقدمة في العالم الرأسمالي أم خارجها، وتحديدا في بلدان جنوب أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، إذ مثلت الدفوع الإيديولوجية الغطاء الملائم لتلك المصالح خلال المرحلة التاريخية المهمة من التوسع الصناعي والتجاري لشركات غربية، وانتقال نشاطها الاقتصادي بما في ذلك أجزاء من العملية الإنتاجية ذاتها من دول المركز في الشمال الصناعي الرأسمالي المتقدم إلى دول الهامش في الجنوب التابع والمتخلف. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وإذا استحضرنا مخزون تلك المرحلة من الذاكرة التاريخية، نجد أن شخصية عربية مصرية كان لها بصماتها في تلك المرحلة، وهو العالم الراحل الكبير الدكتور مصطفى كمال طلبة، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في ذلك الوقت، إذ كان الأخير من أنصار بل ومن رواد الدفاع عن طرح تغير المناخ والدعوة إلى سرعة بلورة استراتيجية كونية لمواجهة تلك التغيرات ومقاومتها والتصدي لها ومحاولة التغلب عليها، أو على الأقل احتواء وتحجيم نتائجها وانعكاساتها على سكان الأرض بصفة عامة من خلال ما تنتجه هذه الظاهرة من تغير الحالة والظروف المناخية وتبدل الخصائص البيئية ما بين فصول السنة الأربعة، وكذلك مخاطر اندثار نوعيات من النبات والحيوانات في ظرف سنوات أو عقود أو قرون، وتداعيات ذلك كله على أنماط الحياة البشرية بما في ذلك بالطبع البيئة الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المحيطة بالبشر. أما الطرف الآخر في ذلك النقاش المستعر آنذاك فكان يمسك بزمام السلطة في دول مهمة ومؤثرة بل ومركزية في سياق منظومة العالم الرأسمالي وفي النظام الدولي ككل، خاصة في الولايات المتحدة، إذ كان اليمين المحافظ داخل صفوف الحزب الجمهوري مسيطرا على البيت الأبيض من خلال الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريغان، وعبر الأطلسي في المملكة المتحدة من خلال حليفة مهمة أعادت اللحمة للتحالف الأنجلوساكسوني، وهي المرأة الحديدية رئيسة الوزراء الراحلة مارغريت تاتشر زعيمة حزب المحافظين آنذاك، والتي أعادت ذلك الحزب إلى السلطة. فكلاهما إذن جاء من ذات الخلفية العقائدية المتمثلة في اليمين المحافظ وما يحميه من مصالح اقتصادية للشركات والمؤسسات الغربية الكبرى وتحديدا الأمريكية والبريطانية. هذه إذاعة إرينا. لازلتم مستمعي ومستمعات الأفاضل تتابعون تقريرا للكاتب وليد محمود عبد الناصر تحت عنوان التغير المناخي بين العلم والإيديولوجيا. ويقول الكاتب: من هذا المنطلق وعلى هذه الخلفية واجه الزعيمان اليمينيان الغربيان طرح تغير المناخ بكل قوة وحدة، نظرا للإدراك العميق لمدلولات الإجراءات المطلوبة لمواجهة الظاهرة ولانعكاسات تلك الإجراءات حال تنفيذها على أرض الواقع وفرضها من جانب الدول على المؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة على حد سواء عبر إصدار القوانين واللوائح اللازمة لذلك، وذلك على الأرباح والعوائد المالية للشركات الاقتصادية الغربية الكبرى. ودخل الزعيمان في مواجهة مع خصومهما، خاصة مع الدكتور مصطفى كمال طلبة، واتهماه بالاعتماد على معلومات غير مؤكدة علميا وبالترويج لأطروحات ذات صبغة إيديولوجية وسياسية، كل غرضها الإضرار بمصالح المؤسسات الاقتصادية الغربية، ولم يتنبه إلى حقيقة أن موقفهما هو المدفوع باعتبارات أيديولوجية توفر المظلة لمصالح اقتصادية رأسمالية مثلها آنذاك بقوة اليمين المحافظ وقوة تياراته في المعسكر الغربي، بل ذهبت بعض دوائر اليمين الأوروبي والأمريكي المحافظ آنذاك إلى درجة اتهام الدكتور طلبة بأنه يتآمر مع الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية في ذلك الوقت
للإضرار بمصالح القرب الاستراتيجية والاقتصادية وزعزعات استقراره وأمنه وإضعافه من خلال الدفع بطرح تغيير المناخ وما يتطلبه مواجهة ذلك من مراجعة أنماط الإنتاج والاستهلاك واستغلال الموارد الطبيعية وإدخال تغييرات جذرية عليها، وبالتالي الحديث عن ضلوعه في مسعى يود الوصول إلى إعطاء تميز للعالم الثاني أي الشيوعي في ظل حرب باردة كانت مشتعلة على المستوى العالمي آنذاك بين المعسكرين الشرقي والغربي. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. ويصل الكاتب إلى استنتاج مؤداه وهكذا: لا نتوقع أن يحسم العالم موقفه إزاء تحدي تغير المناخ قريبا، نظرا إلى حقيقة أن النزاع حول هذه الظاهرة ليس جدلا علميا ولا هو حوار بين علماء، بل هو اختلاف تتداخل فيه مع الاعتبارات العلمية اعتبارات أخرى لا تقل أهمية أو تأثيرا أو دلالة في مقدمتها الانتماءات الإيديولوجية لنخب هنا وهناك، وهذه الاعتبارات خاصة في البلدان الغربية ترتبط بدورها مع تقديرات جيوستراتيجية عالمية وإقليمية وحسابات سياسية داخلية، وكذلك تمثل تلك الانتماءات مصالح اقتصادية تركز على معايير الكسب والخسارة بالمعنى المادي والآني بغض النظر عن تحديد ما ستواجهه الإنسانية حتماً عبر أجيال لم تولد بعد. المستمعين والمستمعات الأفاضل، استمعتم في الجزء الثاني إلى تقرير لوليد محمود عبد الناصر كتبه لجريدة الحياة اللندنية تحت عنوان التغيرات المناخية بين العلم والإيديولوجيا. هذه إذاعة إرينا. وبهذا القدر مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، نكون وإياكم قد وصلنا إلى ختام فقرة برنامجنا لهذا اليوم. ولا يفوتني مستمعي ومستمعاتي الأفاضل أن أذكركم بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicarena@gmail.com. وحتى نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج تعليق على الحدث والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا، لكم من محدثكم فتي عثمان ومن زملائي في الإذاعة أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إرينا.